بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Dear students of Strategic Management class, welcome everyone to Al-Isra University e-learning. This is Dr. Munir Al-Ghurra from Faculty of Management. In this lecture, I will talk about the last chapter of this course, which is Strategy Review, Evaluation, and Control. The objectives of this chapter is to describe a practical framework for evaluating strategies, to explain why strategy evaluation is complex, sensitive, and yet essential for organizational success, discuss the importance of contingency planning in strategy evaluation, and describe and develop a balanced scorecard for strategy evaluation. في هذا الفيديو هنتحدث عن الفصل الأخير في هذا المساق في هذا الفصل، وهو تقييم الاستراتيجية. وكما تحدثنا في بداية هذا المساق إنه الـ Comprehensive Strategic Management Model include three main stages. في عندي ثلاث مراحل رئيسية بتمر فيها عملية الإدارة الاستراتيجية، وتحدثنا عن أول مرحلة، المرحلة اللي هي Strategy Formulation، ومن خلالها بيكون بتم صياغة الاستراتيجية من حيث المجن والفيجن، البرفورمينج external and internal assessment، تحليل البيئة الداخلية والخارجية، بعدها establishing long term and annual objectives، وضع الأهداف الطويلة الأجل والأهداف الفرعية، بعدها generating and selecting a strategy، اختيار الاستراتيجية المناسبة. هذا في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية هي الـ Strategy Implementation، وتحدثنا عنها أيضا، عملية تطبيق وتنفيذ الاستراتيجية وما يتبعها من تغيير في الهيكل التنظيمي، من تغيير في الموظفين، سواء Restructuring, Re-Engineering or Downsizing، وبعض العمليات التي تتبع عملية تطبيق الاستراتيجية. الآن نتحدث عن المرحلة الثالثة، وهي مرحلة استراتيجي evaluation، وهذه آخر مرحلة في عملية الإدارة الاستراتيجية، عملية تقييم وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستراتيجية. Most strategists agree that strategy evaluation is vital to an organization's well-being. معظم الاستراتيجيين يوافقوا على أن عملية تقييم الاستراتيجية يعتبر شيء مهم وحيوي لأنها تكون المنظمة يعني جيدة ومستمرة في النجاح. Timely evaluations can alter or alert management to problems or potential problems before a situation become critical. عملية التقييم بشكل مستمر ممكن ينبه الإدارة على المشاكل اللي ممكن تحدث قبل أن يصبح الأمر أو الوضع أكثر تعقيدا. يعني يكون عندنا إنذار مبكر في عملية الإيفاليويشن، تعطيني إنذار مبكر عن وجود مشاكل معينة. Strategy evaluation is important because organizations face dynamic environments. أهمية الإدارة التقييم، عملية تقييم الاستراتيجية، تنبع من إنه المنظمة تواجه بيئة متغيرة باستمرار، in which key external and internal factors often change quickly and dramatically. العناصر الداخلية والخارجية الرئيسية، سواء عناصر من داخل المنظمة أو خارجها،
في الغالب تتغير بشكل سريع وبشكل متحرك ومنتظم، ليست ثابتة. لذلك عملية المتابعة للخطة الاستراتيجية يجب أن تكون عملية مستمرة للوقوف على أي تغيرات ممكن تحدث في البيئة الداخلية والخارجية، وقد تؤثر على إنجاز الخطة بشكل كفؤ وفعال. الاستراتيجي ايفالويشن انكلودز 3 بيزك اكتيفيتيز، 3 أنشطة رئيسية تتضمنها عملية تقييم الخطة الاستراتيجية، وهي examining the underlying basis of a firm's strategy، يعني عملية فحص واختبار الأساس الذي تقوم عليه الخطة الاستراتيجية، comparing expected results with actual results، عملية مقارنة النتائج المتوقعة بالنتائج الفعلية، and thirdly taking corrective actions، اتخاذ إجراء تصحيحي to ensure that performance conforms to plans، للتأكد أن الأداء يتوافق مع الخطط. ولو نظرنا إلى هذه الخطوات الثلاث، هي يعني شبيهة بالشكل بدرجة كبيرة إلى وظائف أو عملية الرقابة. مش عندنا في عملية الرقابة إحنا بنفحص الأداء الفعلي، بنقارنه بالأداء desired plan أو desired performance أو planned performance، بعدها بناخد corrective action إجراء تصحيحي حتى يعني تتم عملية تصحيح المسار في مساره الصحيح. 3 خطوات رئيسية: examining the base of firm strategy، اختبار الأساس اللي ماشي عليه الاستراتيجية، بعدين بنعمل عملية comparison مقارنة بين ال expected results وال actual results، بين الأداء الفعلي والأداء المتوقع أو المخطط له، يعني مقارنة الأداء الفعلي على أرض الواقع مع الأداء على الخطة الاستراتيجية، واتخاذ أي إجراء تصحيحي، وليس بالضرورة أن يكون هناك دائما حاجة إلى إجراء تصحيحي. It depends on the performance، يعني يعتمد على الأداء. Strategy evaluation is becoming increasingly difficult today for many reasons، عملية تقييم الخطة الاستراتيجية أو تقييم تنفيذ الاستراتيجية ليس بالعملية السهلة، وذلك لعدد من الأسباب، منها a dramatic increase in the environment's complexity، يعني عملية التزايد المتغير، التغيرات، زيادة التغيرات باستمرار في تعقيدات البيئة، the increasing difficulty of predicting the future with accuracy، صعوبة التنبؤ في المستقبل بشيء من الدقة. وبالتأكيد عملية التنبؤ زي ما بنعرف هي عملية يعني forecasting مستقبلية، تنبؤ مستقبلي، يعني شيء يعتمد على الحدس، فبالتالي هذا يعني يؤدي إلى الصعوبة في عملية التطبيق، إنه المخطط تم بناء على predicting، عملية تنبؤ، فبالتالي الأداء الفعلي بالتأكيد حيكون هناك اختلاف، لن يكون بهذه الدقة المطلوبة. The increasing number of variables، عدد كبير من المتغيرات، سواء متغيرات داخلية أو متغيرات خارجية، جميعها سوف يتم متابعتها وتوقع حدوثها، أو التغيرات التي قد تتم في أي متغير، سواء من عناصر البيئة الداخلية، عناصر البيئة الخارجية، قد يؤدي إلى تعقيد عملية التقييم. The rapid rate of obsolescence of even the best plans، عملية تقادم الخطط بشكل سريع، rapid rate of obsolescence، تقادم الخطط بشكل سريع، حتى لو كانت هي أفضل خطة، لكن الخطط يجب أن يتم تحديثها باستمرار. The increase in number of both
domestic and world events affecting organizations. عدد كبير من الأحداث سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي، وهذه كل جميعها تعتبر من الـ external environment اللي ممكن تأثر على المنظمة. فعملية مراقبة ومتابعة وتقييم الخطة الاستراتيجية بشكل مستمر تتطلب أيضا متابعة العديد من العناصر سواء كانت domestic أو world events لها علاقة بالأحداث المحلية أو أحداث عالمية وقد تؤثر على أداء المنظمة. The decreasing time span for which planning can be done with any degree of certainty. يعني قلة وقت الوقت اللي ممكن نأخذه في عملية التخطيط with any degree of certainty بدرجة من الدقة. فعملية التخطيط يعني قد تحتاج إلى وقت، وأيضا لا يكون هناك درجة كافية من التأكد، فبالتالي هذا قد يواجه أو يكون من الأسباب أن تكون عملية التقييم أكثر صعوبة. The process of evaluating strategies. Strategy evaluation should initiate managerial questioning of expectations and assumptions. يعني عملية تقييم الاستراتيجية يجب أن تبادر إلى التساؤل، تساؤلات إدارية عن التوقعات والافتراضات. يعني هل الأداء الفعلي للاستراتيجية الحالية يتسير ويسير كما هو مخطط له عن التوقعات؟ هل الأداء الفعلي كما هو متوقع، كما هو مفترض أن يكون؟ should trigger a review of objectives and value. يعني يجب أن يتم عمل مراجعة مستمرة للأهداف وللقيم. should stimulate creativity. يجب أن تحفز وتشجع على الإبداع. in generating alternatives and formulating criteria of evaluation. يعني يجب أن تحفز وتشجع الإبداع في عملية خلق وإيجاد البدائل وعملية صياغة وإيجاد المعايير ومقاييس للتقييم. هذا في عملية الاستراتيجي evaluation. اوكي كلير. The strategy evaluation is necessary for all sizes and kinds of organizations. الإدارة أو تقييم الاستراتيجية ضروري لجميع الأحجام وجميع أنواع الشركات سواء كانت small, big organizations or financial, non-financial firms. يعني جميع الأنواع في المنظمات تحتاج إلى عملية تقييم ومراجعة ومتابعة للخطة الاستراتيجية. The strategy evaluation activities should be performed on a continuing basis. أنشطة تقييم الاستراتيجية يجب أن يتم أدائها على أساس مستمر rather than at the end of a specific period or specified period. بدلا من أنه يتم تقييم الأداء أو عمل نشاط تقييم الأداء في نهاية فترة معينة of time or just after problems occur أو فقط عندما تحدث المشكلة. يعني يجب أن يتم باستمرار متابعة الخطة الاستراتيجية حتى لو كانت الخطة الاستراتيجية تسير بالشكل المطلوب، يجب أن يتم مراقبتها ومتابعتها بشكل مستمر. وأفضل بدلا من أن يتم متابعتها في نهاية فترة من الوقت مثلا على شكل ربع سنوي أو شكل نصف سنوي أو بعد كل شهر نعمل متابعة، لأنه أو قد يتم أيضا عملية المتابعة في
في حال حدوث مشكلة، يعني نتوجه لمعرفة هذه المشكلة، يجب أن تتم بشكل مستمر، ليس فقط عند حدوث المشاكل أو في نهاية فترات محددة من الوقت. Evaluating strategies on a continuous rather than on a periodic basis allows benchmarks of progress to be established and more effectively monitored. عملية تقييم الاستراتيجية بشكل مستمر بدلا من التقييم في وقت محدد في السنة يسمح للبنشماركس اللي هي النقاط المرجعية of progress to be established، انه عمل نقاط مرجعية، تأسيس نقاط مرجعية لتقييم الأداء أو لمقارنة الأداء، and more effectively monitored، وأيضا يتم عملية متابعتها والتحكم فيها بشكل أكثر فعالية. Successful strategies combine patience with a willingness to promptly take corrective actions when necessary. الاستراتيجيات الناجحة تجمع ما بين الصبر وما بين الرغبة في promptly بشكل آني، بشكل وقتي، يعني بشكل مباشر، take corrective actions، اتخاذ إجراءات تصحيحية when necessary، عندما يحتاج الأمر. Reviewing the underlying basis of an organization's strategy could be approached to by developing a revised EFE matrix and IFE matrix. عملية مراجعة الخطة الاستراتيجية ممكن يتم من خلال طريقة عمل الـ IFE، الـ EFE matrix، يعني عمل مراجعة عكسية أو تغذية راجعة للـ EFE matrix والـ IFE matrix. طبعاً الـ IFE والـ EFE اللي هي التحليل الـ evaluation of external factor evaluation والـ internal factor evaluation اللي تحدثنا عنهم في عملية الفورموليشن للاستراتيجي، تمام؟ وأيضا تحدثنا عنهم في الـ implementation اللي هي بنحدد من خلالهم الـ key internal and الـ key external factors that affect the strategy. فالآن نسترجع الـ EFE والـ IFE matrix في هذه الطريقة. A revised IFE matrix should focus on changes، يعني الـ IFE matrix يجب أن تركز على التغيرات in the internal strength and weaknesses، ينعمل مقارنة ما بين التغيرات التي حدثت في الـ key internal factors، بينما الـ revised EFE matrix external factor evaluation should indicate how effective a firm's strategies have been in response to key opportunities and threats. في عملية المراجعة العكسية لل external factor evaluation نحصل على مؤشر how effective a firm strategies، يعني إلى أي مدى استراتيجيات المنظمة أو المنشأة have been response، استجابت بشكل فعال وتعاملت مع النقاط الفرص والتهديدات الخارجية. This analysis could also address such questions as the following. عندنا عدد من الأسئلة نسألهم لمعرفة الوضع الحالي وتقييم الوضع الحالي للخطة الاستراتيجية. من هذه الأسئلة How have competitors react to our strategies؟ كيف تفاعل وتعامل أو رد المنافسون على استراتيجيتنا الحالية؟ How have competitors' strategies changed؟ كيف تم تغيير استراتيجيات المنافسين بناء على طرح خطتنا الاستراتيجية الجديدة؟ Have major competitors' strength and weaknesses changed؟ هل نقاط القوة ونقاط الضعف للمنافسين الرئيسيين تغيرت؟ Why are competitors making certain strategic changes؟ لماذا المنافسين يعني عملوا بعض التغيرات الاستراتيجية
الهامة. Additional questions: Why are some competitors' strategies more successful than others؟ لماذا بعض استراتيجيات المنافسين أكثر نجاحا من استراتيجيتنا؟ How satisfied are our competitors with their present market positions and profitability؟ إلى أي مدى المنافسين راضين عن وضعهم في السوق والربحية، عن وضعهم الربحي وحصتهم في السوق؟ How far can our major competitors be pushed before retailing؟ يعني كيف ممكن عملية دفع المنافسين الرئيسيين في السوق؟ How could we more effectively cooperate with our competitors؟ كيف نستطيع أن نتعامل بشكل فعال أكثر مع المنافسين الرئيسيين؟ Key questions to address in evaluating strategies. إن بعض الأسئلة الرئيسية بعض الأسئلة الرئيسية اللي أيضا يجب أن نسألها في عملية تقييم الاستراتيجية. Are our internal strength still strength؟ هل نقاط القوة الداخلية الخاصة فينا ما زالت هي نقاط القوة أم تغيرت؟ Have we added other internal strength؟ هل تم إضافة أي نقاط قوة داخلية جديدة بناء على تطبيق الاستراتيجية اللي تم اختيارها؟ If so, what are they؟ إذا صحيح أنه تم هناك نقاط قوة جديدة، ما هي هذه النقاط؟ Are our internal weaknesses still weaknesses؟ هل نقاط الضعف الداخلية ما زالت ضعيفة أم تم تقويتها؟ وإذا تم تقويتها، يعني بعض نقاط القوة تم معالجتها أو نقاط الضعف، فما هي هذه النقاط؟ Are our external opportunities still opportunities؟ هل الفرص الخارجية ما زالت فرص جيدة؟ Are there now other external opportunities؟ هل هناك أي فرص جديدة؟ طبعا إحنا الآن نتحدث في عملية صياغة وتطبيق الاستراتيجية كانت في مرحلة سابقة من الوقت، إحنا الآن في الأداء الفعلي للاستراتيجية. يعني في الوقت السابق في مرحلة صياغة الاستراتيجية إحنا كنا نتحدث عن أن هناك فرصة في السوق، أو هناك نقطة ضعف في الشركة، أو هناك نقطة قوة في الشركة. لكن مع مرور الوقت وفي مرحلة تطبيق الاستراتيجية، هل هذه الفرص ما زالت كما هي؟ هل نقاط القوة ما زالت كما هي؟ هل نقاط الضعف ما زالت كما هي أم تغيرت؟ هل التهديدات ما زالت موجودة أم تم تجاوزها أم لا؟ وإذا تم تجاوزها، ما هي هذه التهديدات؟ Are we vulnerable to a hostile takeover؟ هل نحن يعني استطعنا أن نتغلب على هذه المعوقات سواء في البيئة الداخلية والبيئة الخارجية؟ هذه الأسئلة لتقييم الوضع الداخلي والوضع الخارجي للمنظمة. Measuring organizational performance. الآن نتحدث عن قياس الأداء. Strategy evaluation is based on both quantitative and qualitative criteria. في عنا معايير كمية ومعايير وصفية. المعايير الكمية quantitative لها علاقة بالأرقام بالratios، ممكن نعمل questionnaire ويتم عمل تحليل لهذا الكويستشنير، يعني استبانة وعمل مسح لحصول على معلومات، هذه تعتبر quantitative. بينما qualitative بيانات وصفية أكثر لها علاقة بالمقابلات، بالملاحظات، بمعايير أخرى مختلفة. المهم في هذا الأمر أنه الاستراتيجي ايفالويشن
عملية تقييم الاستراتيجية يجب أن تعتمد على كلا the quantitative and the qualitative criteria، معايير كمية ومعايير وصفية. Strategists use common quantitative criteria to make three critical comparisons. الاستراتيجيين بيستخدموا المعايير الكمية الشائعة. لماذا؟ To make three critical comparisons، لعمل مقارنات رئيسية حاسمة ثلاثة. ما هي هذه المقارنات؟ Comparing the firm's performance over different time periods، مقارنة أداء الشركة على فترات مختلفة من الوقت. Comparing the firm's performance to competitors، مقارنة أداء الشركة مع المنافسين. Comparing the firm's performance to industry averages، مقارنة أداء الشركة مع متوسطات الصناعة أو القطاع الصناعي الخاص. Some potential problems are associated with using only quantitative criteria، الاعتماد على المعايير الكمية فقط ممكن يحدث بعض المشاكل المحتملة، وهي most quantitative criteria are geared to annual objectives rather than long-term objectives. معظم المعايير الكمية متجهة إلى قياس الأهداف الفرعية أو الأهداف السنوية بدلاً من الأهداف طويلة الأجل. Different accounting methods can provide different results on many quantitative criteria. طبعاً الـ quantitative criteria، البيانات الكمية أو المعايير الكمية بتعتمد على طرق محاسبية مثل الـ ratios، الـ financial ratios، اللي ممكن تؤدي أو تعطيني نتائج مختلفة في كل مرة بنستخدم فيها معيار مختلف، فمش دائما بتعطيني بيانات دقيقة. Intuitive judgments are almost always involved in deriving quantitative criteria، إنه هناك ممكن الحدس أو الحكم بالحدس ممكن يتم تضمينه في الـ quantitative criteria في المعايير الكمية. لذلك هناك حاجة إلى الاعتماد أيضا على الـ qualitative criteria. Thus qualitative criteria are also important in evaluating strategies، لذلك البيانات الوصفية أو المعايير الوصفية أيضا مهمة في عملية تقييم الاستراتيجية. ما هي المعايير الوصفية؟ اللي هي متعلقة في الـ human factors such as high absenteeism، زيادة معدل الغياب، and turnover rates، معدل دوران العمل، poor production quality and quantity rates، يعني جودة منخفضة في الإنتاج وفي كميات أيضا في معدلات الكمية، or low employee satisfaction، رضا منخفض للموظفين. Can be underlying causes for declining performance، أيضا ممكن تؤدي إلى تكون مسببات لأداء منخفض أو لانخفاض الأداء. فيجب الاعتماد على the qualitative and the quantitative criteria في عملية تقييم الاستراتيجية. Additional key questions. Some additional key questions that reveal the need for qualitative or intuitive judgment in strategy evaluation are as follow. يعني بعض الأسئلة اللي أيضا يعني تؤكد أن هناك الحاجة إلى استخدام qualitative البيانات الوصفية. How good is the firm's balance of investments between high risk and low risk projects؟ كيف توازن المنشأة في الاستثمارات بين الهاي ريسك واللو ريسك بروجكتس، في المشاريع اللي فيها مخاطرة عالية أو مخاطرة منخفضة؟ هذه البيانات
تحتاج إلى تحليل وصفي وليس كمي، لأنه لا يمكن قياسها بالأساليب الكمية أو بالطرق الكمية. How good is the firm's balance of investments between long-term and short-term projects؟ كيف توازن المنشأة بين في الاستثمارات طويلة الأجل وقصيرة الأجل؟ How good is the firm's balance of investments between slow growing market and fast growing markets؟ كيف توازن المنشأة في الاستثمارات في أسواق يعني بطيئة النمو وأسواق سريعة النمو؟ فهذه من أيضا الأسئلة اللي ممكن تعطينا الوضع الوصفي للمنشأة إلى جانب المعايير الكمية. الـ corrective actions اللي هي الإجراءات التصحيحية، وهي إيش المرحلة الثالثة؟ الإجراءات التصحيحية the final stage the final strategy evaluation activity، هو آخر نشاط في عملية تقديم الاستراتيجية، هو الـ corrective actions اتخاذ الإجراءات التصحيحية requires making changes to competitively reposition a firm for the future، يتطلب عمل تغييرات لإعادة وضع الشركة في المستقبل بشكل أكثر تنافسية. Taking corrective actions doesn't necessarily mean that existing strategies will be abandoned or even that new strategies must be formulated. اتخاذ الإجراء التصحيحي ليس بالضرورة يعني إنه الاستراتيجيات الحالية يجب أن يتم تجاهلها، أو إنه تمت إنها يعني أصبحت غير صالحة، أو the new strategies must be formulated، أو إنه يجب أن يتم صياغة استراتيجيات جديدة. بالتأكيد لا، الـ corrective action هو اتخاذ إجراء تصحيحي على نفس الاستراتيجية التي يتم السير عليها. عندي بعض الأمثلة للإجراءات التصحيحية اللي ممكن قد تحدث. Examples of changes that may be needed. The corrective actions possibly needed to correct unfavorable variance. يعني بعض التغيرات ممكن تحتاج بعض الإجراءات. Alter the firm's structure. تغيير في الهيكل التنظيمي، هذا من بعض ال corrective الإجراءات التصحيحية. Rebalance one or more key individuals. Replace عملية تغيير في أماكن الأفراد one or more. Divest a division. Alter the firm's vision or mission. Revise objectives. Alter strategies. Devise new policies، سياسات جديدة. Install new performance incentives، عمل محفزات أداء جديدة. Raise capital with stock or debt، زيادة رأس المال من خلال السندات أو من خلال الديون. Add or treat or terminate sale persons، employees or managers، إضافة أو حذف مندوبي مبيعات، موظفين أو مدراء. Allocate resources differently، عملية تخصيص للموارد بشكل مختلف. Outsource or re-in business functions، عملية في بعض الوظائف الإدارية إنه إيكالها للـ outsourcing في منظمات أو منشآت خارجية. يعني وهكذا، هذا على سبيل المثال. هذه من بعض الإجراءات اللي ممكن تعتبر corrective actions يتم اتخاذها لتصحيح وضع معين في المنظمة. ال corrective actions taking corrective actions is necessary to keep an organization on track toward achieving stated objectives. اتخاذ الإجراء التصحيحي هو ضروري ومهم للمحافظة على أن المنظمة تسير
في باتجاه تحقيق الأهداف بناء على الخطة الاستراتيجية. The corrective actions should place an organization in a better position to capitalize on internal strength, to take advantage of key external opportunities, to avoid, reduce, or mitigate external threats, and to improve internal weaknesses. اتخاذ الإجراء التصحيحي يجب أن يأخذ مكانه في المنظمة، أو يعمل على وضع المنظمة في موضع أفضل من خلال التركيز وتعزيز نقاط القوة الداخلية، و take advantage يعني اتخاذ أو انتهاز الفرص الخارجية، ومن خلال تجاهل التهديدات الخارجية، أو من خلال improvement تحسين النقاط الضعف الداخلية. The corrective actions should have a proper time horizon and an appropriate amount of risk. أيضا ال corrective action، لأنه إجراء يعني يحتاج إلى قرار في اتخاذه، يجب أن يحدث في الوقت الصحيح وفي بدرجة مناسبة من المخاطرة. The strategy evaluation can lead to strategy formulation changes. The strategy implementation changes, both formulation and implementation changes, or no changes at all. هذه مهمة جدا. عملية تقييم الاستراتيجية ممكن يؤدي إلى تغيير في عملية الصياغة، أو تغيير في عملية التطبيق، أو تغيير في الصياغة وفي التطبيق، يعني بعض التغيرات، أو قد لا يحتاج تغييرات بشكل نهائي. يعني قد يحتاج تغيير في عملية الصياغة، أو تغيير في عملية التطبيق، قد يحتاج تغيير في التطبيق والصياغة، وأيضا قد لا يحتاج تطبيق at all بشكل نهائي. That's all for today's lecture. In the next video, I will proceed in talking about the balanced scorecard as a tool for strategy evaluation. Thank you so much for listening, and see you in the next presentation. Goodbye, everyone.